منكم اللي قلقان وبيفكر كثير، فممكن تجيك حالة الأرق أو خلل هرموني نتيجة الأفكار السلبية التي تدور حولك. لهذا يجب أن تستجمع قواك وتحاول أخذ الأمور يعني بأكثر واقعية، بواقعية مهما كانت الوضعية اللي أنت فيها يا برج الجدي. كذلك يعني في منكم اللي تعرض للخيانة، سواء من الأهل أو الحبيب أو الزوج أو حدا خان الثقة، فاش أنا شايفة يعني إحساس بالندم والذنب. كذلك في منكم اللي منفصلين، فشايفة إحساس بالحزن والتعب يعني والتفكير بالماضي. ففي مشاعر ذنب وأسف يعني متعلقة بعلاقة سابقة هي تسبب لك التعاسة، وتعاسة عميقة. وكذلك شايفة إنه في تمني يعني للرجوع للماضي وتغييره في الوقت المناسب، يعني كأنه في إنسان بيقول يا ريت يعني لو يرجع الماضي وسوي كذا وكذا وكذا، يعني تسوي الشغلات قبل حصولها. ففي خيبة أمل تعرضت لها يعني خلتكم ضايعين وفي مفترق الطرق. فأنت تحتاج يا برج الجدي إلى إيجاد طريقة للتشافي من الماضي والتعلم منه، فبمجرد القيام بهذا ستظهر أمامك مجموعة من الأشياء الجميلة يا برج الجدي. فأنت لازم تتجاوز الشغلات اللي صارت معك أيا كانت، هذا الشيء اللي بيطلبوا منك تعرف. كان ممكن يكون الشيء اللي صار بسبب علاقة ثلاثية، شيء وارد. كذلك قد تشير الورقة يعني إلى أنك تعبت من الوضع الذي فيه الذي أنت فيه دائما، يعني كل مرة عم تعطي الحب ويعني عم تكون مخلص ولكن ما عم تلاقي التقدير، وانت مليت من الوضع ومن الوقت، يعني لقيت حالك في مفترق الطرق وعم تحاول تاخد قرار، يعني كأنه حدا في مفترق الطرق عم بيحاول ياخد قرار في شغلة معينة. ممكن شي حدا تخلى عنك او انت انسحبت من العلاقة وانت زعلان بسبب طرف ثالث، بسبب خيانة. فالامور يا برج الجدي يعني راح تتحسن وان شاء الله خير يا برج الجدي. فأنت لازم تطلع من الحالة هذه. والآن سوف نمر إلى ما هو عاطفي. يعني ما هو عاطفي في شغلات غريبة، فرح نبلش. شايفاك يا برج الجدي يعني كأنه قافل على حالك واخد جنب، كأنك قطعت اتصالك مع العالم الخارجي أو مع الحبيب، يعني كأنك قفلت كل التواصل واختفيت. ولكني أنا شايفاك بعدك بتحب الحبيب يعني، وبتطالب يعني بحكم أو بالعدالة. فممكن يكون الحبيب متزوج أو أنتو يعني في علاقة ثلاثية، لقيت حالك بعلاقة ثلاثية، أو هو ممكن يكون هو الزوج وانتم متباعدين مع بعض. في عندي برج ميزان، جوزاء، دلو، احنا ماشيين بالقراءة وراح أقول الأبراج اللي عم تظهر بالقراءة لأنه كل الطاقات موجودة، ترابية، نارية، هوائية أو مائية، كذلك مائية. ولكن كأني شايفاك متعلق يا برج الجدي، متعلق بالحبيب وفي مراقبة،
وحتى الحبيب بعده بيراقبك يا برج الجدي، ولكني شايفاك عامل روحك مو مهتم، وفي منكم اللي مختفي ومخبي مشاعره وما عم يظهر أبدا. فكأنك يا برج الجدي تعبت من الشي اللي صار، ممكن تكونوا حاليا كل واحد في مكان أو كل واحد في بلد، لأن اللي شايفة في مسافة بيناتكم، في منكم اللي متعلق بالحبيب أو بشخص يعني متباعد عنه، فممكن يكون أكبر منك الشخص هذا، يعني لأني بشوف إنه متزن وأكثر حكمة وعارف حاله شو عم يعمل. في برج الميزان، ثور، عذراء. خليني أشوف طاقتك، راح نشوف الطاقة تبعك. طاقتك فعموما يا برج الجدي، شايفاك يا برج الجدي متزن وواثق من حالك رغم كل شي صار. كذلك شايفة في منكم اللي عنده خيبة أمل من شغلة صارت أو من علاقة ثلاثية، يعني ممكن تكون دمرت علاقتكم أو حدفات على العلاقة وانفصلتوا. كذلك في عم شوف في منكم اللي بعيد عن أهله ومشتاق لإلهم، في اللي قاعد لحاله، عم شوف في تفكير وذكريات يعني لحدا من الماضي مشتاقين له كتير، انتو بتحبوا بعضكم يعني، وكأنه صارت بيناتكم مشاكل، ولكن شايفاك يا برج الجدي ماسك زمام الأمور يعني، وبعدك يعني عم بتفكر فيه، بعدك بتحبه. في منكم اللي الحبيب يعني زعلان على الفراق اللي صار بيناتكم، وبعده في ذكريات يعني كانت في بيناتكم يعني شغلات حلوة، في رجوع لحدا لبعضكم، في رجوع لحدا من الماضي، ممكن تكون يعني كانت في بيناتكم علاقة طويلة، في ذكريات، والشخص هذا شخص يعني مليح، يعني مو شخص سيء، هو شخص طيب وبيحبك وبيشوفك شغلة حلوة، وفي بداية جديدة انطلاقة يا برج الجدي. ولكن الرجوع هذا لبعضكم راح ياخذ وقت يا برج الجدي. كذلك في شغلة غريبة عندي هون بالقراءة حبيت أشير إلها، في منكم اللي متزوج ولكن بعده بيفكر بالحبيب أو بيحب شخص تاني وهو مو مرتاح بزواجه. شايفة يا برج الجدي كأنك بدوامة، كأنك خايف تمشي بالطريق اللي قدامك، وعم تطالب بالعدالة، عم تطالب بحكم، ممكن تكون قضية أو شغلة من هيك. كذلك في منكم اللي الحبيب تركه وبلش حياة، يعني بلش علاقة جديدة أو مشروع جديد أو مشروع زواج أو تزوج حتى، لأني شايفة الحبيب حاليا متزن ومشغول وبيفكر بمشروع، يعني ممكن يكون مشروع زواج، مشروع مالي، شايفاه مشغول بحياته. كذلك يعني ما أخفيك إنه بيفكر بالمشاكل اللي صارت ووصلتكم للشي هذا، سواء كان وصلتكم للانفصال أو القضاء، لأني شايفاه حاليا هو بطاقة اتزان وتفكير. كذلك في منكم اللي شايفته
كانت بيني وبين الحبيب علاقة من مدة طويلة، وحاليا عم شوف في تباعد بينك وبين الحبيب هذا. العلاقة كانت مدة طويلة بالسنوات، يعني عم شوف من كون اللي فاصل قافل كل شي، مرتبط بالتواصل السوشيال ميديا، يعني كأنه عامل حالك مطنش ولا على بالك ومختفي، وعم تطالب يعني كأنه بالعدالة، عدالة بحكم شغلة هيك. بس أنا شايفك بعدك بتراقب الحبيب، وهو كذلك بيراقبك، لأنه بعده في ذكريات بيناتكم. هو حاليا بفكر يعمل استشفاء، يعني وبفكر إذا في مجال للرجوع أو أنت خلاص نسيته. كذلك عندي في ورقة بتشير إلى حكم ممكن يكون مرتبط بالقضاء أو قرار يعني أخذ الحبيب أو شغلة هيك، يعني كأنه في انفصال عن شخص يعني بتحبه. ممكن تكون أنت انفصلت عنه أو انفصلته بسبب يعني البعد، كل واحد في دولة تانية منفصلين، يعني كل واحد في دولة، أو حتى تربيتكما مع بعضكما علاقة طويلة، ففي يعني تواصل روحي بيناتكم. في برج القوس والحمل والأسد، كذلك كما يحذرك التارو من إلقاء اللوم والاتهامات على بعضكما البعض، لأن هذا قد ينهي العلاقة. فالتارو بيقول لك يجب أن تتحلى بالحكمة وأن تسامح، يعني أن تسامح الشخص اللي معك أو أنت اللي بدك إياه على الأخطاء اللي صارت بالماضي أيا كانت، إذا كنت تريد التقدم في العلاقة هذه. ففي منكم اللي شايفاه زعلان واخد جنب، وكأنه أخذ قرار وقافل على حاله بعد خيبة أمل وصدمة من أشخاص مقربين، يعني مقربين كأنهم أقرب أو كانوا بالقلب، نتيجة خداع أو خيانة أو مكر أو عدم تقدير. يعني كأنه الشخص هذا والناس هدول كانوا الحب ولسه بعدهم الحب، ولقيت حالك واقع بعلاقة ثلاثية وقررت تطلع من العلاقة، فشايفك زعلان كأنك يعني مسافر أو بدك تسافر أو سافرت، ولكن بعدك حزين يعني وفي ذكريات أخذها معك وبعدها معك، كأنك مربط. كذلك في منكم اللي اتطلقوا، يعني في طلاق موجود عندي، في حدا تخلى عنكم، يعني شريك حياتكم عم شوفهم بعدهم قاعدين داخل هذه الدوامة. وفي منكم اللي عم يستنى حكم، عم شوف يعني في إحساس، في ناس عم تحس حالة وحيدة وتعبانة وكأنه العالم تخلى عنا، يعني كأنه عم تسأل حالة ليش صار معي هالشي وليش الله ما ساعدني. فالملائكة بتقلك يا برج الجدي المساعدة قريبة منك، ولكن أفكارك السلبية تحجبها عنك، عليك التقرب من الله وتعمل ميديتيشن وكل الأمور ستتحسن يا برج الجدي. شايفة في لخبطة كبيرة، وفي لأنه هذه القراءة عامة في شغلات كثيرة بالقراءة، في منكم اللي بعلاقة توأم الروح، وصار بيناتكم كلام أو عناد أو الشخص هذا عنيد، فشايفة كأنه كل واحد واخد جنب أو متباعدين. فالحبيب شايفك يا برج الجدي الناس اللي بالوضع هذا شايفك انه انت الحب، وفي تواصل روحي بيناتكم.
يا برج الجدي، فالحبيب بيراقبك ومفتقدك. شايفك تعبان يا برج الجدي، خليني أشوف. راح نشوفه. شايفك يا برج الجدي أنك ستصبح متحمس، أو ممكن تقابل شخص جديد يعني في العمل أو في السفر، وفي عندك بداية جديدة مع شخص يعني راح تكون مرتاح معه، أو يعني مع شخص من الماضي، يعني شخص بتحبه، لأنه الورقة هذه ورقة البداية الجديدة، ورقة النجاح، ورقة يعني زواج، خطوبة، احتفال، يعني شغلة حلوة. يعني كما قلت، أو ممكن شخص جديد أو شخص من الماضي يعني كنت على علاقة معه، أو شخص يعني راح تحبه. في شغلة حلوة راح تصير يا برج الجدي، ممكن يعني زواج أو نجاح أو انتصار. فأنا شايفك راح تتقدم يا برج الجدي، طالع لك الشمس، ففي أحداث جميلة جاية بطريقك إن شاء الله يا برج الجدي. بعد الشغلات اللي شفناها بالورق، وشفنا الوضع تعبان، وشغلات صارت معك يعني شغلات متعبة، يعني في شغلات حلوة جاية بطريقك، في أخبار سارة، في منكم اللي راح يتلقى هدية، راح تكون مفاجأة له، أو راح يوصل يعني شي خبر حلو، بدو ياه، رسالة، شغلة. في منكم اللي مر بتجربة قاسية يعني، أو طلاق يعني، أو متحمل مسؤولية كبيرة. في كذلك اللي عم شوف في منكم اللي طلق وعنده أولاد، يعني هاي مسؤولية كبيرة، ولكن عم شوفك يعني أكثر حكمة، صرتي أكثر حكمة وأكثر اتزانا، خصوصا بعد الشيء اللي صار معك، يعني بعد خيبة الأمل والهموم يعني اللي مريتوا فيها. وعدم الرضا عن أشياء صارت بالماضي، أو حتى عن وضعك المالي. كذلك عم شوف في ناس متعلقين بشخص من الماضي، أو بأحداث من الماضي، أو شغلات صارت، أو شغلات صارت معكم. يعني كأنه في شغلة يعني غريبة راح تصير معكم يا برج الجدي، يعني كأنه في مساعدة راح تجيك يعني من السماء، من الله راح يساعدك بشغلة، شي معجزة راح تصير معك، يعني شي انت ما كنت متوقعه. خلينا نشوف، يعني شغلة انت كنت بتطالب بيها، يعني كأنه حكم، عدالة، شغلة. أو ممكن زواج في شي حدث سعيد، إن شاء الله خير، بس الموضوع هذا راح ياخد وقت، يعني راح يتجاوز الشهر هذا. أو ممكن يعني انه رجوع شخص انت بتحبه، شخص مهم بحياتك، او في انتصار يعني كنت عم تستناه، يعني في شغلة راح تصير. شوفوا الاوراق كيف اجت، شي شغلة رقم واحد، انت لازم تشوف شو يعني شي
رقم واحد طالع لك يعني بطريقة غريبة. ممكن بعد أسبوع، في واحد الشهر الجاي، شهر واحد، أو يوم واحد. بس أنت لازم تشوف رقم واحد شو بالنسبة لك، شو صار. يعني ممكن يكون انتصار جاي لك، بس في شغلة يعني جاية بطريقك يا برج الجدي، راح تصير ممكن قضية، راح تتحكم لصالحك، عدالة راح تحصل عليها. فبتمنى انكم تخبروني عن الشغلة هذه يا برج الجدي في التعليقات، راح استنى اعرف، لانه انا صار عندي فضول اعرف انه الاوراق يعني ما فاتوا اجوا بهالطريقة هذه. فان شاء الله خير يا برج الجدي. كذلك عم بشوف يعني برج سرطان، حوت، في أبراج كثيرة موجودة عندنا بالقراءة هذه، جوزاء. فإن شاء الله خير يا برج الجدي. شغلات كثيرة مريت فيها، إن شاء الله الأمور راح تتغير، لأنه ما في شي بيضل على حاله، يعني ما في شي بيضل الأبد. أهم شيء الإنسان إنه يفكر بطريقة إيجابية، ويتقرب من الله، ويتوكل عليه، ويفكر بالشغلات اللي بده إياها. لأنه في مثل بيقول الشيء اللي أنت بتفكر فيه هو الشيء اللي راح تحصل عليه. فإن شاء الله خير يا برج الجدي. فبتمنى تخبروني عن الشغلة هذه، الرقم واحد، وإن شاء الله تنطبق القراءة على أكبر عدد، وتكون في طاقات يعني تشمل إن شاء الله أكبر عدد من المتابعين. والسلام عليكم.